شا قلت زيد عمرك يا راي حذر يا عدا هاي بنقولها زيد عمر شتونا راح البار تي في اول مره راح البار تي في كان يروح غير في النهار من نهار اللي طرد ديك المراه دمر ديك المراه في النهار مشى يبان راح اليوم بار تي في شاولا يقول لهم انا اليوم نقول السي كان بكري دلماك هذا الشخص هذا راو راوا لازم يتحاسب هذا راو راوا منا قالوا كانوا يعايروا حنا ضروك كي عرفنا بلي رانا مدخليكم كي الحبه تاع الزيتون كاع عود هذاك 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 فانيك اللي يخدم في البار تي في كاع كانوا يعايروا الحاج كاع كانوا يعايروا الحاج كاع كانوا يعايروا في سيدهم اليوم كاع عاودوا ولاو وانا نقول لك هذا الزين عامل كي راه يشكر في الحاج الحاج انتيليجون الحاج ماشي زعماك من دوك من والا يعرف باللي هذا الزين عامل كي راه يشكر في الحاج راه كاينه نقطه كاينه بوا بيوصلوه ماشي هو هذا يقيسوه كي الكلب يقولوا له نبح على طول نبح هاو 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 ينبح هذا ينبح هذا ذاك كمال مهوي هذو غادي كاع يخرجوا يولوا السيد الحاج محمد هذو تما ربي يبهدل بيهم يعاود يولي يشكر الحاج لازم هذه قوة إلهية الحاج السر تاعو مخبي مكاش اللي يعرف السر تاعو هذه قوة إلهية ربي بي ينصفه على ذي الأديان على ذي الناس اللي بغاو يوسخوه سلام صحيح هذا بسلمك صاي خطرة سلام صاي هذا بقى صحابكم صح صحوتكم شنو بالنا ترى شنو بالنا لا نهضروا خلينا نهضروا صحابكم صح صاي صحابكم زتي قال بلي ما غاديش نحبس ماتش دار البارح زتي يحكم فاش شكون يحكم غادي برك ما تكلم قالوا غادي نديروا تاع الفيدراليه نجتمعوا ما غادي يديروا والو نهضروا على زين عامر اليوم انا خلعني انا وليت نقول بالك ماشي هو انكرويا حق التعيار تاع الاسنان هذا كيسموه التعيار تاع الاسنان كيسموه ليارام ليارام انا بغيت نروح ليارام شي ليارام هيشه راديو راديو يا عندوش مبدا زين عامر ما عندوش مبدا هكا ما ودي يدور عليك السلام انا شو بعد اليابات كنت نهضر فيها شنو تقول شروسي اي خلينا شروسي بعد اليابات شنو تقول وين نقول غادي تشوفوا هذا زين عامر يدير هاك حات محمد راه راجل كنت عارفها هذا على بالي تعقل عزيز كنت نقول لك تقول غادي واحد الوقت غادي هذا زين عامر قولها باللي شكام ماشي يا كلب مربوط يقولوا له يا ودي لا كلب مربوط اشياء اشياء ست اشياء استن استن ايش يرمينا لا راس يلا دوك الجوت لا راس تحت لا راس لا راس شو لا راس كاين 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 الكلب اللي عايش برا خلاوي مي اسمح لي هادو لا راس تاع تعطيه الكسه ويقول له تشرين على الوالدي شتي الكلب كاين كلب اللي كان ما يدوش بديك الخيمه وكاين اللي الكلب تشرين على الوالدي تعطيه الكسه تخبط على وجهه تشرين على الوالدي ويعاود يولي خات عليه راسه تاعو تاع معايره ما يحشموش كلب كلبو ما يحش كلبو جاي كلبو غاسني كرابو هادو شيا صوفا تقول شيا صوفا لا شيا ما عندوش شخصيه كاين اللي كلب عنده اي كلب عنده الكلب تلاقى مع ذيب الزيب سقسى الكلب قال له كلب داير قال له رحمة ربي قال له شوف قال له راه قال له بصح كاينه غير حاجه قال له مين يخبط له الكسر على وجهه يقول لي تشرى على الوالدي هكا الزيب قال له كيما هكا من بات لي ستومات عيطت وما كانش هذه تاع تشرى على الوالدي ستومات بات مات للجوع ما يقول لي راك فاهمني واش فاهمني هذا زين عامر عيطوا له روح روح شوف البار تي في من بعد نجيبو لعب دور دور كمل ما هو يبانيك يقول لهم منا خاطر حنا من نهار الاول نهضروا كاع الناس شاهده من نهار الاول الفيسبوك الاخرين هذا زين عامر شنو كان يقولنا كان يقولنا باللي راهم ناس راهم يخلصوكم باش تهضروا ضروك زين عامر علاش تقول باللي تحيا الحاج غير مش انت تعايش بالناس تقول لهم باللي راهم كاينين ناس راهم يخلصوكم كانوا محصنين في الحاج ومحصنين باللي راهم يخلصونا باش نهضروا واو لله اما لا اليوم يا زين عامر ما خاصناش تقولنا وما خاصناش تقولنا باللي الحاج راجل حنا من نهار الاول وما خاصناش فانك تقولنا باللي ماجر ماهوش اونترينير ما خاطش انتوما كنتو تكذبوا على الشعب واحد كيما انت ومثالك كنتو تكذبوا على الشعب شنو كان يقول لك كان يقول له
خلني نقول له ماجر ماجر عطوه الوقت وماجر وتبلاد وماجر لاباس عليه. هذا زين عامر كان يقول له ماجر لاباس عليه ما خاصوش وماجر جا من اجل الوطن وماجر وراوا كان حاقر كان حاقر الكفاءه الوطنيه وكان منا. اليوم شاف له يقول لهم يسمح لنا الحاج السي الحاج ولا يقول له السي الحاج بخاطر النهار اللي كانوا يطاكوا في الحاج مسكين كانوا غابنينه هذوك الكلاب هذو غبنوه الكلاب متشرده. اش من حاجه ساوه؟ اش من حاجه ساوه؟ ساوه ولا يقول هذا الشخص راهو هذا على نقول له بلي ما خاصناش. المهم شكمت لنا حماجي بصح ما خاصناش حنا نعرفوكم شوف والله لا نعاير الكلب والله على بالك بلي الكلاب هضروا اليوم تلقاو اسمع لي على بالك بلي الكلاب هضروا قال لك حنا نخدعوا مالينا والله يا الكلب ما يخدع مولا صافي يخدعوا ماليهم الكلب رانا نحس هذو دي راس دونك نجبدوا لهم راس هذا وكاين كاين هذه الراسه هذه جويف دي جويف جويف هو اللي يخدع الهودي الهودي هو اللي يخدع الله ينالو والله ينالو هذو راسه الله ينالو تاع الهودي الله ينعله لا هكا كاين لا بصح كاع كيف هيتلر طريقة اللعب تاع كريستيانو قال لهم ما غاديش يخلي له ما بالوكازيو بيني وبينه قال لهم زعما ما خلاش ما بالس تاع نص متر بيني وبينه قال لهم واش ديرك فرصه ما ديرش شوف الليل جابوا لي الحصول على العرق تاعو الحصول على العرق تاعو ولا التفان تاعو ربدوه مسحوا به الله يحل هاكم قول له انت يا بيتك زعما ماشي زعما حقره ولا عمر لا تجي لا تجي بالخيطر يكذب كريستيانو كاع ما تجيش ما تخيلش ما عندي كريستيانو نجي قول يا كريستيانو قول يا نجي في اوروبا يا عارف انت يا منا الحمامات من رايح الحمامات وتعاود تولي الحمامات تعاود تولي تونسيات وكلش بيتك كذب كريستيانو شلون فينا تاع بورتو ولا ماجر مي بيرد لنا البورتيغال حاجه كبيره تونس دارت مع 0-0 مازال ما ماجر هو بيكبرها ماتشنين هذاك لونت اللي تاع بورتو قال لهم اليوم قال لهم فريق الاحترام كل احترامات الفريق الوطني قال لهم اسمع اش قال لهم شاحترم قال لهم مين عندهم لاعب مثل محرز ابراهيمي انه فريق كبير قال لهم فريق كبير بصح ما على بالهمش باللي اسمع لي بصح ما قالهمش يسكتونا ولا ما قالهمش باللي وبصح ما على بالهمش باللي ما جرى محطوش الرابعه لا ما على بالهمش باللي عندنا اونترينر احمر اش قال له قال هذاك جاري على ماجر شو شو هذا الصحابة هذا مربوطات هذا الصحابة كاع قالوا ما جنعطوه الوقت وخليه يخدم ما قال لك الشعب المواطن البسيط الناس تاع الفيسبوك انتوما وكاع كاع الغاشي اللي كانوا في الفيسبوك اليوتيوب اللي قال لك باللي ماجر ما عندوش كفاءة وخليه يطرد وهذوك اللي كانوا يعطوهم الميكرو يعطوهم الميكرو تاع الحمار شو نقول لك كانوا يعطوهم الميكرو تاع الحمير يقول له اهدر يقلبها هكاك ما صيهدر اعطوا ماجر بوركوا با هذا تاع وهرنا هذا كان بلي مشعور قال له بوركوا با كفاءة جزائرية يا ودي ما عندكش انت يا هذاك تلمساني هذاك اللي كيلعب في اللاص اللي داكم دانشيري في مع بالعباس كيلعب في اللاص فانك قال لهم بوركوا با ماجر نعطوه وماجر ود بلاد وماجر مليح ماذا بينا ماجر ود الجزائر نعطوه لاشونس ها روح انت ها يهدر وين راهم هذو اللي كانوا يقولوا بوركوا با ماجر وين راه ذاك كي يسموه هذاك امير عزوز هذاك الصحافي وين راه بعد هذيك واحد الشيات يصغير ماشي شيات يصغير عاطينو شيتا غير صغير يضرب بها مراك جديد يقول الخطره يمرق كائن حي كل خطره عبد القادر خويا يخرج لنا كائن حي ما تقدرش كل خطره واحد يا ودي ما كان والو مساكين شو معلق؟ كثرة ذرة كل خطرة يجيبوا لنا هذوك تاع الهدف يجيبوا لنا واحد معلق له كثرة وما جديد
ربحت لارجنتي ربحت وصلت كاردو فينا روجي ميلا امبايون على نيجيريا هي نيجيريا برومي مال ساعه ولا فينا شيطو لا فينا كثر خير رجاله مركا على ماجر مركا وجاني ماجر مركا من مركا يودي كونجي عندهم من ديف كونجي عندهم مني بدل الاخر هذاك واه الاخر واه كلم ساعتك انا مدان جامي يلحق خويا شت راسي يبدا منه وجهي يبدا منه هذاك مد راسه يبدا من وجهه يبدا من والله يبدا من وجهه اسوتي وجهه يبدا من وجهه هو هذاك يجي في ليكيب ناسيونال قالوا مسحوا لي كراسة هذاك هو المشروع تاع ماجر جابوا له كرسي هذوك هما ستاف تكنيك تاع ماجر يمسحوا كراسة تبهديله والله لا تبهديله